أبدا، هذا كلنا ننتظره من مدة طويلة، والحقيقة هو تأخر. وأنا أحيي وزير الاقتصاد وأشيد به، لعل في هذا القرار ما يرفع بعض الظلم على الناس في التلاعب بالأسعار. في الحقيقة ليبيا أصبحت كلأ مستباحا للناس الذين يأتون من الخارج وعملوا سوق مضاربة وتلاعب بالأسعار. السلعة الواحدة في يوم أمس تكون ب7 واليوم تكون ب10. يعني هذا واضح أنه سرقة وأنه ظلم وأنه مضاربة، وليس له علاقة بارتفاع الأسعار في العالم ولا كذا. فأنا يعني أطلب من وزير الاقتصاد ومن الجهات التنفيذية من الحرس البلدي أن ينفذوا هذا القرار بحذافيره بكل أمانة وبكل قوة، ولا يجاملون ولا يتركون هؤلاء الظلمة يسرقون المال من جيوب الناس ظلما وعدوانا. لأن هذا في الحقيقة هو لا يختلف عن الظلم الذي كنا نتكلم عنه. لما يتولى السوق ناس لا دين لهم ولا يألون في الناس إلا ولا ذمة، ويتلاعبون بالأسعار وكأن البلد يعني ليس فيها أهلها، كأن البلد غابة يأتيها الوحوش من كل جهة والذئاب، ويفترسون وينهبون ويفعلون بها ما يريدون، وأهلها غائبون، ليست لهم قوانين تنفذ. هذا لا يوجد في أي بلد في الدنيا، ما في بلد هكذا تستباح لجهة أجنبية تبقى هي اللي تملك الأسواق وهي اللي تتحكم في أسعار الناس. لأن مهما بلغت المرتبات، صاحب الوظيفة والمرتب يعني يشعر بالضيق ويشعر بأنه لا يستطيع أن يواكب غلاء الأسعار، سواء كان في المواد، في الأقوات والمواد الغذائية، وإلا في ما يتعلق بالناس بمناسباتها وشراء لوازمها، وإلا فيما يتعلق بالأدوية، ولا فيما يتعلق بالمصحات وبالعلاج. كله في الحقيقة في مبالغة. والسبب يعني ربما تقول لي أنت شو علاقة المصحات هذا التحكم الأجنبي في السوق؟ أقول لك صاحب المصحة عندما يرى الأسعار هكذا ترتفع عليه فهو مضطر بأن يرفع الأسعار، وكذلك الطبيب الذي يشتري من السوق ويتعامل مع السوق عندما يجب السوق هكذا ترتفع فجأة والأمور تبقى فيها يعني شيء غير منطقي. كل أشياء حلقات مرتبطة بعضها ببعض، فيزداد الضنك والشدة على الناس في كل يعني وجوه الحياة كلها. وإذاك هذا القرار أتمنى من الحرس البلدي ومن كل جهات ذات الاختصاص ومن الرقابة الإدارية ومن غيرها أن تتابعه، ولا يكون مجرد حبر على ورق ولا تترتب على لا يعني نلمس نتائجه ولا نحس بالراحة. كنا ننتظر أن يحصل فرج على الناس فيما يتعلق بهذا التلاعب بالأسعار، وعلى رئيس الحكومة أن يؤيد هذا القرار ويدعمه بقوة، وتصدر يعني التعليمات لكل الجهات المختصة بأن تتابع هذا. عسى الله أن يصلح بهم أمر البلد وأمر الناس.